حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان للسعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. مازدا ويك هالأسبوع بأوتوفوكس عم نضوي طبعاً اعتراضات المصنع الياباني العملاق بعالم السيارات مع AMB أو AM بخاطر وكلائه بلبنان مستر توني عبدو مدير المبيعات دايماً اللي جربنا. هاي توني. هاي جورج. رجعنا على الصفر الإيجابي بقوة 100%. معقولة 0% فايدة على المازدا 3؟ مع عين بخاطر كل شيء معقول. هلا تعودنا انه مثلا على السيارات مثلا CX9 او سيارة سعرها شوي انه اغلى من غيرها، اغلى من السيارات الصغيرة، عم نحكي SUV، بس كمان على السيارات المازدا 2 والمازدا 3 اليوم عم نحكي 0% فايدة. نحن اليوم دعم موفر يعني عم ندعم شو. عم نوفر كثير خاصة بالمازدا 3، بس نحن اليوم عم ندعم كل الكاتيجوري مازدا اللي هي عنا لحتى يكون كل العالم عم تستفيد. يعني اليوم عم نحكي بالسي اكس 9 عملنا عليه 0%، عملنا على السي اكس 5، بس كمان في عندك جزء كثير كبير من العالم بدهم سيارات صغيرة. عم نحكي اليوم بالمازدا 3 هاتشباك سيجنتشر اللي هي موجودة عنا اليوم على البلاتو باللون الأسود جنوب 18، عم نشوفها سبورتيف كار، بس بنفس الوقت بدنا اياها تصير بإيد العالم، مشان هيك نحن بس نحكي 0% انترست. طيب بنكون عم نوفر كثير عليهم، يعني بحدود ال $7,500 عم بيوفروا بالفوائد. لا على الخمسين سوري، يعني بالشهر قد ايه عم نوفر بسندنا على السياره؟ 7,500 يعني عم تحكي تقريبا شي $140. ايه مبلغ. وبنفس الوقت 7,500 يعني كانه عم نحكي تقريبا الدفعه الاولى، انه هي دفعتها 7,700. عم نحكي بالستارتنج برايس نحن بالسياره اللي هي المازدا 3 بتكون عم توفر تقريبا الدفعه الاولى اللي هي $7,700. يعني كانوا عم ندفع دفعه اولى. ايه وعم ناخذ السياره من دفعه اولى، كانوا نحن عم ندفع دفعه، كانوا عم تدفع يعني أولى. فيك تعملها مثل ما بدك، بالنتيجه في توفير $7,500 على هالسياره. انا بدي كل عم يحضرون ليتوجهوا على صاله عشان يستفيدوا من الاوفر. طوني خلينا نحكي شوي، نرجع اليوم معنا المازدا 3 سبيشال مع هاتشباك مثل ما كنت عم تحكي جانت 18. اي نعم. جاي سبورت باكج حلو كثير. اللوك تبع اليوم الهاتشباك بيختلف عن السيدان، بيجي اكثر طابع رياضي، وعم تشوف من وراء دبل اكزوست. اكيد عم تشوف نحن كمان هلا التيل لامب من وراء عم بيكونوا متناسقين مع الكودو ديزاين من قدام، عم تشوف اللو روف لاين عم تشوفه من وراء، حتى عندك الفي شيب عم تكون بالازاز البراني حتى لحتى تعطيك اللوك سبور مع جنوط 18. يعني سياره رائعه جدا، كل اللي ساق او كل اللي عمل عليها تيست درايف كان يعني اندهش بقوله بسواقتها وحتى بالانجن تبعها. خلينا ننتقل احنا وياك على داخل المازدا 3 هاتشباك، نحكي اكثر عن ابرز الاوبشنز موجودين بداخل السياره الحلوه. تعال على داخل المازدا 3 هاتشباك. توني داخل مميز جدا، اول شيء لفتنا جدا فتحه بالسقف. اكيد. عندنا من داخل مثل العاده سكرين بتمتاز فيها مازدا تاتش سكرين مع كل الانظمه من الميوزك للنافيجيشن للبلوتوث سيستم، وكله تحكم بكل سهوله. كمان ريفيو كاميرا طبيعه الحال اهم شيء. اليوم عم نحكي بالسياره، دائما بنحكي بسياره عملانيه من جوا، اللي هي مازدا دائما بتجرب تعمل سيارتها بطريقه تكون لكل القياسات، حتى عم نحكي اليوم شخص طويل ولا قصير ادجستبل سيت، عم بيكون ادجستبل ستيرنج، عم بيكون في عندنا هالليذر اللي موجود مع الليذر اللي عم بيكون على السفنج الموجود على التابلو تعطيك اللوكس المطلوب، بنفس الوقت عم تكون سياره سبورتي كار. اليوم عم نحكي بشون دو فيجن كثير مهم لكل اللي عم بيسوق يكونوا مسيطرين على القياده مثل ما بنكون مثل نقول، نفس الوقت التاتش سكرين اون ذا توب اوف ذا بانل لحتى تقدر كمان تضلك مركز على اليد وتتحكم بكل الفانكشنز بالسياره، لانه بنشوف انه كمان التابلو كثير سمبل ما فيه كثير تعجيه، والكوماندر هون لحتى بالسنتر الكونسول لتقدر تتحكم بالشاشه، بنفس الوقت عندك تيبترونيك 6 سبيد مع الانجن اللي هي مع السبورت سبورت باتن لحتى تقدر تستفيد من السواقه السبورت. ستارت توب انجن مثل ما كنا بنحكي، كمان 3 سبوكس الفولان بطابع رياضي، انفو تريب لتقدر تشوف شو بتمشي بتنكه البنزين وكل شيء كله امامك كمان على البورد. لكن اوبشنز مهمين كثير موجودين بالسياره، والقعده فعلا جدا جدا مريحه، بتساعد خمس اشخاص مرتاحين. هنتقل معك نجاتوني نحكي عن الانجن وندوي اكثر، نرجع على السوبر ديل صفر الايجابي اللي رجعنا له مع مازدا. تعال
تابعين حديثنا مع مستر توني عبدو اكيد عن مازدا 3 هاتشباك. بنذكر كمان في منها طراز السيدان أكيد. توني بنفس المواصفات بس اكيد بتجي مع صندوق خلفي تعتبر اكثر يمكن فاميلي كار اكيد السيدان. عم نحكي اليوم ب 2.0 انجن 4 سلندر اليوم عم يعطيك 152 هورس باور كمان في عندنا الفور سلندر 1.6 الانجن كمان كما في انه سيدان وهاتشباك فعندنا هالطرازين موجودين بصاله العرض اكيد انا بفجع 2.0 اكثر طبيعي على البلد على الاكسبيرينس اكيد اكيد بس انه كمان بنفس الوقت بالنسبه للبنان 2.0 ولا طلعت جبل قاعد على الساحل 1.6 بعد بتعطي مصروف يمكن شوي أزبط بس حتى مصروف 2.0 عم بيكون ممتاز أكيد. مع سكاي اكتيف تكنولوجي طبيعي سكاي اكتيف هو شغلته يوفر بالبنزين ويعطيك باور بنفس الوقت الفيتاس كتير مهم لحتى يكون عم بيكون سموث شيفتنج ولينير بيرفورمانس بيوفر بنزين وبينقل حركه الانجن بطريقه سريعه على الارض توني رح نرجع ندوي على سوبر ديل موجود معنا اليوم دائما بتجي على ام تي في معك شنطه اوفرات اكيد خلينا نرجع ندوي على ال 0% فايده الموجود اليوم فعلا على طراز المازدا 3 هاتشباك طبعا بدنا نقول انه 0% مش بس على الهاتشباك على السيدان اكيد على كل الطرازات طبعا المازدا 3 والمازدا 2 ايضا شو بعد عندنا اليوم عم نمر هالجمعه على اوتو فوكس عم يمروا معنا كل المازدا الكاتيجوريز عم بيكونوا عليهم 0% فايده من عدا سي اكس 3 بتوقع اليوم عم نحكي على المازدا 3 0% انترست يعني عم نوفر 7500 دولار على هالسياره 7500 هي كانك عم تقول بلا دفعه اولى يعني نحن كاننا عم ندفع دفعه الاولى لما نعمل حساباتها خاصه انه عم نعمل مقارنه بالسوق اللي هو 6.5% فوائد اليوم عم نحكي 0% فايده انا بدي كل عم يحضرونا لحتى يتوجعوا على صاله العرض يستفيدوا من هذا الاوفر انا محمس لحتى اوصل الاوفر لانه فيه كتير فايده للي عم يحضرونا نفس الوقت عندنا 5 سنين بريميوم انشورنس دالوكس اللي هي بلا فرانشيز بلا ديبريسياسيون عندنا 5 years open mileage اللي هي الوارنتي نفس الوقت عم يكون في عندنا 5 years road assistance يعني انا برايي شو المطلوب منا شو المطلوب منا نعمل اكثر من هيك نحن جاهزين لو فينا بس بتوقع هذا هو الماكسيمم اللي بيصير بالسوق وعلى الواتساب كمان فينا ناخذ سيميوليشن كلها اكيد عم تشوف الرقم على الشاشه طبيعي شكرا توني على وجودك معنا اكيد نشوفك بكره بحلقه مقبله بكره تابعونا مشاهدينا مع سياره جديده دائما على ام تي في اوتو فوكس حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك